المساندة والاهتمام بهذه الجمعية لكي تحقق المبتغى اللي هو العمل الاجتماعي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا العمل الاجتماعي قاعة للاجتماعات، كذلك ملعب كرة
كتشاهدونا حنا في واحد القاعة اللي بداها المكتب القديم، وحنا الآن في إطار التجهيز ديالها والتتمة ديالها، واللي غتكون اللي غتعم على الصالح ديال الموظف أن غتكون عنده واحد القاعة أنه يدير اللقاءات ديالو والحفلات ديالو لفائدة الموظف. كذلك غادي نخدموا على نقاط أخرى إن شاء الله اللي غادي نخليوها مفاجأة للموظف إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمناو أننا نكون عند حسن ظن التصويت ديال هاد الناس وحسن الظن فيهم أن غادي نكونوا حقا أهلا لهذه المناصب. وكنشكركم شكرا جزيلا الأخ. أولا نشكركم على الثقة اللي وضعتوا فيا، ونتمنى أنني نكون أهل هذه الثقة هذه، وأن نكون يعني نخدم المصلحة ديال الموظف والموظفات ديال جامعة مكناس بكل صدق وبكل أمانة. وتنتمنى كذلك أنني ما نكونش رئيس كجميع الرؤساء، ما نكونش رئيس لأنني أنا أحسن منكم، ما نكونش رئيس لأنني أنا متميز عليكم، نكون رئيس لأنني أنا منكم، وانتم اللي غادي تخليوني أنني نعمل بجد، وانتم اللي غتعطيوني القوة والشحنة الإيجابية باش نفكروا دائما في المصلحة ديال الموظفات وموظفي جامعة مكناس بكل أمانة وبكل صدق وبالإمكانيات المتاحة لنا. اليوم هذه المسؤولية هذه هي مسؤولية جسيمة نظرا للاعتبارات المادية والمعنوية التي تعيشها الجمعية. كذلك لا يمكن يعني أن نمر مرار الكرام وما نشكروش رئيس ومكتب والمجلس الإداري السابق على المجهودات القيمة، وتشكرهم بزاف لأنهم خلاو واحد الإرث إيجابي. على الأقل اليوم حنا جالسين في واحد القاعة اللي تنفتخروا بها الجميع، تنفتخروا بهذا المرفق اللي كان ناشئ اليوم أصبح يعني يعتبر مرفق حيوي ممكن يستفدوا منه الموظفات والجمعية وكذلك. الشرف كذلك لي هو أنهم يكونوا معايا مجموعة من الإخوان والأخوات داخل المكتب المسيرين. لا ننفذ بل نقترح على المجلس الإداري لكي ننفذ، بمعنى أن التنفيذ راه مشترك وما يمكنش يكون أحادي وما يمكنش يكون ديال المكتب وحده، هو هادشي كله ماهيش كيفاش. ولكن الحقيقة الأمر هو أن الموظف والموظف جماعة الكلاس كلهم يساهمون من قريب أو بعيد، لأنك ما تجيش الموظف ما جاوش دابا على هذه الحالة الجائحة اللي عندنا، راه كانوا الموظفين كلهم يكونوا هنا. ولكن للأسف الشديد نتمنى أن هذه الحالة هذه لا تبقاش إن شاء الله، وحنا غاديين إن شاء الله في هذا الإطار هذا، يعني كل واحد من موقعه يساهم في إنجاح المسار ديال الجمعية. لهذا يعني نادي على المكتب لأعضاء المكتب التنفيذي النائب الأول الرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية السي محمود العيمون، النائبة الثانية لرئيس جمعية فاتحة غليب، النائب الثالث للرئيس عبد الحق زهيرو، أمين المال السي محمد مبروك، النائب الأول لأمين المال السي أحمد سليمانو، النائبة الثانية لأمين المال رشيدة بوزاري، الكاتب العام للجمعية رشيد جدو، النائب الأول للكاتب العام عبد العالي بوشيكي، النائب الثاني للكاتب العام محمد بن عقيل، النائب الثالث للكاتب العام سعيد فلاحي، المستشارون عزيز برحيلة، عبد الرزاق زريوع، بن ناصر أشقر، محمد رزقي، وعزيز حومان.